بكرة الأصحاب، الموسم الرابع ومباراة مهمة في المجموعة الثانية، وهفكركم بالنتيجة. فريق جوت 50، فريق البصمة 5، وفريق البصمة عندنا تغيير واحد، مونيا وائل نزلت مكان زهراء محمد. ازيك يا مونيا؟ ازاي حضرتك يا أستاذ عصام؟ أنا كويس الحمد لله. مبسوطة من أداء البصمة؟ أكيد لا. لا، أول تجربة ليهم وإنهم يخوضوا، يعني نو ريسك نو فن، ولا بالعكس إنهم يجربوا وإنهم نعمل مرة واثنين وثلاثة، مفيش مشكلة، عادي جدا. كويس، حلوة روحك دي، برافو عليك. وجوت عندنا تغيير واحد، جهاد السيد نزلت مكان ندى زكي. ازيك يا جهاد؟ يا سلام، الحمد لله. نزل عشان خاطر ايه؟ الفنون؟ بيقولوا كده صح؟ صوتك فين طيب؟ اهو. ايوه اهو، هنشوف صوتك في الفنون ان شاء الله. ودلوقتي مع الفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة، فقرة المعرفة، أربع أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين من مكاننا سعاد وجهاد، جهاد وسعاد، محدش يتكلم غيرهم. معلومات عامة، والسؤال هو مديحة خطاب هي أول سيدة تتولى منصب عميد لإحدى الكليات المصرية، فما هي؟ تولت من سنة 2002 ل 2006، واتخرجت من الكلية دي 1969. مش مصدق. هندسة؟ مديحة خطاب هندسة؟ إجابة خاطئة. يا جهاد، تربية؟ طب القصر العيني. هلا والله، دكتورة مديحة خطاب. والله كنت عايزة أقول طب يا دكتورة. جهاد، إجابة خاطئة. طبعا حصلت على الدكتوراه من القصر العيني في تخصص طب البطنة. يا جهاد، والله كنت هقول طب الأول. السؤال اللي جاي في الرياضة، هشام وأحمد جمال، أحمد جمال وهشام، رياضة، والسؤال هو من هو اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الفرنسي لكرة القدم حتى عام 2023؟ أحمد جمال خطف البصر. إجابتك كيليان مبابي. لا، أحمد جمال إجابة خاطئة. ديمتري بايه. ديمتري بايه إجابة صحيحة. 103 هدف و106 أسيست في 490 مباراة في الدوري الفرنسي، وده أول لاعب يوصل 100 هنا و100 هنا، مفيش حد غيره عاملها. صح يا بدري. لعب في مارسيليا وسانت تيان وستام يونايتد وليل وسوشو. بص هشام، انت لازم تشتغل في مجال الرياضة. يا ريت والله، بجد يا ريت في فرصة بجد والله. برافو عليك. 10 نقاط، 60 فريق جوت، 5 فريق البصمة. دلوقتي عندنا سؤال في التكنولوجيا، جهاد ومونيا، مونيا وجهاد، تكنولوجيا، والسؤال هو في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي لشركة السيارات داتشيا؟ استني، ده سؤال صعب، مش سهل والله. ولا ألمانيا ولا إيطاليا، لا سؤال صعب. إجابتك المجر. المجر إجابة خاطئة. خمن. إجابتك النمسا. النمسا إجابة خاطئة. اتأسست 1966 على اسم مدينة في الدولة أكتر من 8 مليون عميل في 44 دولة، اشترتها شركة رينو سنة 1999. الشركة دي مقرها في رومانيا. رومانيا، هو الاسم روماني جدا بصراحة. السؤال الأخير، واحد لواحد، البدري وأحمد السيد، أحمد السيد وعبد الرحمن البدري، قدرات ذهنية، والسؤال هو حل مسألة الآتية، 15 في 25 زائد 120 على 6 يساوي كام؟ فات 7 ثواني.
أحمد السيد إجابتك 345. إجابة خاطئة للأسف. البدري خدت وقتك. من غلبان بارش هذه 395. صح 395 إجابة صحيحة. برافو عليك يا بدري. 10 نقاط 70 جوت 5 البصمة. البصمة خسارة العشر نقاط دول، بتخسر له نقاط سهلة والله. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة ألف نون. ألف نون. فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أسئلتنا هتعتمد على السرعة. سينما ومسرح، والسؤال هو: فنان قام بدور سعد التهامي في مسلسل خاتم سليمان، فمن هو؟ كان في فيلم حنفي الأباه برضو. مسلسل ده من بطولة خالد الصاوي ورانيا فريد شوقي، محسن منصور، وفي الريال يوسف. حسن ايه؟ حسن داود. حسن داود إجابة خاطئة، مش حسن داود. التاني اسمه الفنان يوسف داود، ده موضوع تاني خالص. حسن العدل. حسن العدل إجابة صحيحة. برافو عليك يا هشام، 10 نقاط 80. فريق جوت 5 البصمة. أغاني موسيقى، والسؤال هو: على كوبري 6 أكتوبر هي أغنية المطرب لبناني، فمن هو؟ من ألحانه وكلمات محمد المرزوقي، من أشهر أغانيه انزل يا جميل في الساحة، وليد توفيق. صح. انت لسه يا مونيا هتقولي لأحمد ده وليد توفيق؟ مفيش الكلام ده خالص. طبعا يا جهاد إجابة صحيحة. بعدين يا مونيا عيب في حقك قوي، أما سؤال الموسيقى يهرب منك. احكي لي بقى حكايتك مع المزيكا ايه؟ أنا كنت بعزف اكسليفون من وأنا صغيرة، دخلت مسابقات، خدت أول جمهورية في 2019. ما شاء الله. قررت إن أنا بقى أخش الكونسرفاتوار وأخد بقى الميوزك كاحتراف. دخلت بقى القسم بيركشن، قسم إيقاع عن الاكسليفون، وده من الآلات الإيقاعية. فبقيت بقى قلت خلاص أنا همشي على خطى دكتور نسمة عبد العزيز. عايزة بجد نفسي أبقى أحسن عازفة مارينبا في مصر. أولاً إحنا هنعمل معاك ستوري عشان نعرف تاريخ حبك للمزيكا ابتدى إزاي. تمام ماشي. ووصلت لفين وبتحلمي بإيه؟ اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى عيب قوي ما سؤال أغاني موسيقى يطير منك. عيب قوي بصراحة. السؤال اللي جاي لوحات ومعالم، والسؤال هو: يقع تمثال كيوميل بإحدى دول أوروبا الوسطى، فما هي؟ التمثال ده لعامل مجاري تم تركيبه داخل بلاعة سنة 1997، إضافة لمسة جمالية على شكل الطريق. شيك. التمثال ده اتعمل تكريما لعامل المجاري. إجابة خاطئة. دولة جنب تشيك. بلغاريا. أحمد السيد إجابة خاطئة. سلوفاكيا. كانوا دولة واحدة، تشيكوسلوفاكيا. السؤال اللي جاي محتاج شوية تركيز، سرعة البديهة، والسؤال هو: وفقا للأبجدية الإنجليزية، كم عدد العواصم الأوروبية التي تبدأ وتنتهي بالحرف O؟ مستعجل ليه؟ فكر فيهم، كم واحدة؟ أوسلو واحدة. إجابة صحيحة. 10 نقاط، برافو عليك يا بدري. 100 جوت 5 البصمة. البصمة كان الله في عونكم، أنتوا قصاد فريق قوي جدا عنده خبرة ومش بيهزر وبيكملوا بعض. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة.
وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 105 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري الداعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.